أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنناقش تداعيات الوضع الاقتصادي عقب سيطرة الميليشيا وارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 85%. أعلن البنك الدولي أن نسبة عدد الفقراء في اليمن تجاوزت 85% من السكان الذين يقدر عددهم ب 26 مليون شخص. وقال تقرير صادر عن البنك الدولي إن تزايد أعداد الفقراء يأتي نتيجة تقليص الحكومة للإنفاق وتجميد برامج الاستثمارات العامة والمساعدات النقدية للفقراء وخفض علاوات الأجور. ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية أكثر من ربع قيمتها أو قيمتها حتى الآن. وأوضح أن اليمن يصارع ويلات أزمة إنسانية مفجعة نتيجة سيطرة الميليشيا والتوقف عن تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة العامة للدولة. تحذيرات البنك الدولي جاءت بعد تصريحات سابقة للحكومة كشفت فيها عن تحركات تجريها لدراسة خيارات إنقاذ الاقتصاد وحديثها عن تفهم العالم للوضع الاقتصادي في اليمن ومآلاته. لكن المؤسسات الدولية المعنية وعلى رأسها البنك الدولي ظلت تضغط لكي يكون البنك المركزي تحت تصرف الانقلابيين في محاولة لوضع الشرعية في موضع حرج للغاية، بما يدفع للبحث عن تسوية هشة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن التصدي لهذه الكارثة والحد من تبعاتها على المواطن اليمني، ولماذا تكتفي المؤسسات الدولية بإطلاق التحذيرات فيما ترفع يدها عن تلافي الانهيار الاقتصادي في اليمن المضطرب، وأين هي خيارات الحكومة والتحالف لإنقاذ الاقتصاد الوطني في هذا الظرف. كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها أو سنناقشها مع ضيوفنا في زوايا الحدث. لكن مشاهدينا، قبل البدء بالنقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. الويلات تضرب اليمن وتخلف أزمات إنسانية مفجعة، هذا هو مغزى تقرير جديد أعلنه البنك الدولي يحمل الكثير من المخاوف بشأن الأزمة اليمنية، لكن أبرز هذه المخاوف هو ما ذهب إليه تقرير البنك الدولي من تزايد أعداد الفقراء الذي يأتي نتيجة تقليص الحكومة للإنفاق وتجميد برنامج الاستثمارات العامة والمساعدات النقدية للفقراء، بالإضافة إلى خفض علاوات الأجور. إطلاق التقرير في هذا التوقيت هو تحذير واختبار جديد يضاف إلى رصيد الميليشيا التي تقود حربها لتخلف كل هذه الأهوال. فتفاصيل ما يريد توصيله التقرير بالذات أن نسبة عدد الفقراء 85% من السكان الذين يقدر عددهم ب 26 مليون يمني، رقم صادم آخر إذن يعلن ولم يلقى له بال في لحظة تبدو الأوضاع الاقتصادية ليست بأفضل حالاتها مع وجود حالة الانقسام التي تسببت بها الميليشيا جراء غطرستها ونزوتها للسلطة. فالحكومة حكومتان، شرعية وأخرى سلطة أمر واقع، تقود البلاد إليه منذ 21 سبتمبر قبل العام الماضي. الاقتصاد وحده كفيل بتقديم جماعة الحوثي وحليفها صالح كعصابة متخصصة في صناعة الخراب، فأول ما سعت إلى تفكيك الاقتصاد الذي بدت ملامحه تتشكل منذ فترة وجيزة في ظل مناخ الاستثمارات الناشئة وتسويق النفط وتشغيل قطاع المال الوطني. عرفت الجماعة الانقلابية بعمليات سطو مسلح لكل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القطاعات الإيرادية والمالية. حدث كل ذلك في ليل وتحت شعار محاربة الجرعة السعرية التي تبنتها آنذاك حكومة رئيس الوزراء الأسبق، وهي أول ذريعة استخدمها تحالف الانقلاب واضعاً يده على الخزانة العامة قبل أي قطاع آخر. أصيب الاقتصاد بضربة قاضية ولم تبدد كل التطمينات المخاوف بتعافي الحالة المعيشية أو ما سميت بالهدنة الاقتصادية التي تحدث عنها المبعوث الأممي في معرض مشاورات الكويت قبل شهرين. بالإشارة إلى ما ذكر سابقاً عن أي حكومة يتحدث البنك الدولي، فالحكومة حكومتان، فالشرعية لا تمتلك بيدها أي شيء، بينما الميليشيا تدير شؤون البلاد وتتلاعب بكل شيء ابتداء من الخزينة العامة والبنك المركزي. كل ذلك ضعف من الأزمة الإنسانية،
كما خلف أوضاعا مأساوية مفجعة نجمت عن الحرب والصراع وأسعار النفط المنخفضة الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة. التقرير لفت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية أكثر من ربع قيمتها حتى الآن. بداية النقاش مشاهدينا سينضم إلينا الآن من عدن الصحفي الاقتصادي السيد محمد الجماعي، وأيضا سينضم إلينا لاحقا من الرياض المحلل الاقتصادي سليمان العساف. نبدأ معك سيد محمد الجماعي، مساء الخير. سيد محمد، يعني تحذيرات من مؤسسات دولية عن سوء الوضع الاقتصادي وتزايد نسبة الفقر، كان آخرها تقرير البنك الدولي، إلى أين وصل حال الاقتصاد في ظل هذه التحذيرات؟ أولا التعليق على موضوع التقرير الذي يعني بثيتموه قبل قليل، نعم. هو يعني تصريح فقط لأن الحكومة ليس بيدها أي شيء، الحكومة بإمكانها أن تفعل كل شيء، ولكن هناك محاذير من أي تصرفات تهز النظام الاقتصادي برمته في البلاد، وهذا يدل على نوع من العقلانية، فصاحب البيت لا يمكنه أن يعبث بداخل بيته كما يعرف الجميع. الحكومة بيدها أن تفصل النظام الاقتصادي وأن تعيش المحافظات الشمالية وضعا سيئا، لكنها وكذلك التي تحت يد الحوثي على وجه التحديد، لكن هناك أيضا ضغوط دولية على الحكومة ألا تفعل أي شيء، هناك ضغوط من أمريكا تحديدا لكي يظل الاقتصاد بيد الحوثي، هذا فقط. لكن لماذا هذه الضغوط في ظل أنها حكومة شرعية معترف بها من قبل المجتمع الدولي؟ العالم كله يعترف بشرعية الحكومة، نعم. وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نظام المصالح الاقتصادية ونظام المصالح التسلطية والتوسعية التي يعني يقودها الجهات الإدارة الأمريكية ترى مصلحتها أنها، وهذا خطأ كبير جدا، ترى مصلحتها أنها في يد العصابات الحوثية كما هي أيضا في يد عصابات أخرى في دول عديدة من العالم، إلى أن يقتنع هؤلاء بضرورة بفساد ما يقوم به الحوثي سواء على المجتمع المحلي أو الدولي الإقليمي، إلى أن يكون ذلك يتحمل الشعب اليمني طبعا ضروبا وصنوفا من العذاب، نعم. في الجانب الإنساني والاقتصادي، وهذا هو ربما محور حديثكم في هذه الزاوية من زوايا الحدث. فيما تتمثل هذه المصالح التي تحدثت عنها أن المجتمع الدولي وأمريكا وغيرها تنظر أنها يعني تنظر إليها في هذه الميليشيا؟ نعم، تجاذب المصالح الدولية على هذه المنطقة وعلى الجندي الذي يشرف على باب المندب ويسيطر على أهم طرق التجارة العالمية، هو نعم أكمل سيد محمد التجارة العالمية، نعم، هو لإيران مصالح في هذه المنطقة وتتشابك مع أمريكا في الضغط على النظام السعودي والسيطرة على ما على طرق التجارة، مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، تشابكت المصالح هنا، فتواطأ الشيطان الأكبر مع الإرهاب الأكبر، نعم. الذي كان كل من الطرفين يعني يسمي أو يصف به الآخر. نعم سيد محمد، تكرم بالبقاء معنا. نذهب بالسؤال إلى المحلل الاقتصادي السيد سليمان العساف. سيد سليمان، أولا مساء الخير. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين. أهلا بك سيد سليمان، يعني طال انقلاب الميليشيا على الدولة وطالت سيطرتها وعبثها بالمال العام وموارد البلد، فيما تداعيات هذا الانقلاب تبدو كارثية تجلت كثيرا على اقتصاد الناس ومعيشتهم، أين هي رؤية التحالف العربي المساند للشرعية من هذا الملف؟ بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن، هناك جانبين، الوضع الاقتصادي للحكومة للوضع لليمن كحكومة والوضع الاقتصادي للمواطن اليمني. طبعا الآن بعد سيطرة الحوثي صالح على مقاليد الحكم وعلى المجريات في صنعاء، أساءوا كثيرا، قاموا بطباعة كثير من الريال اليمني بدون غطاء مما أدى لانخفاض كثير قيمته، انخفاض قيمة الريال أثر كثيرا على المواطن اليمني،
دول التحالف تعلم جيدا الوضع الذي يحصل في اليمن، وهي تعمل على قدر الإمكان أن تقوم بالمساعدات في الوقت الحالي المتمثلة بتوفير الغذاء، الوقود، المأوى للمواطنين، لأن هذه المرحلة لا تستطيع أن تقوم بأي أعمال من أجل تحسين وضع الاقتصادي للبلد بصفة عامة، إنما تستطيع أن أو تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن بالقدر الذي يحفظ كرامته ويجعلها على قيد الحياة. نعم، لكن يعني سيد محمد أنت تتحدث عن المساعدات التي يقدمها التحالف، نحن نتحدث عن المال العام للدولة، يعني اليوم المال هذا متروك في يد ميليشيا تعبث به كما شاءت. بالنسبة للمال الخزينة اليمنية انخفضت الآن إلى تقريبا حوالي احتياطي إلى حوالي مليار، وهو موجود في يد عصابة الحوثي صالح. نعم. يقومون بعمل ما يشاءون، المشكلة ليست فيه فقط، ولكن المشكلة في بعض الدول سواء عن طريق النقد الدولي أو حتى الملكة التي تقبل أن تتعامل معهم أو حتى تقبل بأي طريقة لا تقوم بالضغط عليهم، لأنهم هم يلحقون الضرر كثيرا بالحكومة وبالشعب وبالاقتصاد اليمني. مثلا توقف الآن الصادرات اليمنية من النفط، النفط كان موردا أساسيا يمثل أكثر من 70% من مداخيل الحكومة اليمنية، توقف. نعم. هذا أضر كثيرا بالمواطن رقم واحد. المانحين عندما يرى ترى الدول المانحة أو المنظمات الدولية ما يحدث في اليمن حاليا من مشاكل ستتوقف وتعيد النظر في كيفية المساعدات. نعم. الأمر الآخر القوة الشرائية للمواطن، ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة اليمنية، كثير من هذه الأمور تواجه مشاكل المواطن اليمني يلمسها. الحوثي صالح لا يأبه كثيرا بالمواطن. نعم. يأبه بالمواطن في حالة واحدة، ما دام جنديا فيه يحقق مآربه. لا بد من شوف، إذا كانت المجتمع الدولي صادقا كله سواء أمريكا أو المنظمات الدولية يجب أن تتعاون مع التحالف. نعم. من أجل إيقاف هذا العدوان، ردعهم، إعادتهم إلى طاولة المفاوضات حسب قوانين الأنظمة والقوانين الدولية التي صدرت. لكن سيد سليمان، ألا يفترض بالتحالف العربي أن تكون لديه رؤية استراتيجية لتلافي انهيار هذا البلد المضطرب اقتصاديا إلى جانب رؤاه السياسية والعسكرية؟ يا سيدي، الأمر يحمل أربع جوانب وليس ثلاث، يحمل جانب سياسي واقتصادي واجتماعي وعسكري. لا بد من تحقيق هذه المنظومة كاملة. نعم. أنت لا تستطيع أن تضخ في الاقتصاد اليمني مليارات سواء كودائع أو مساعدات أو من أجل دعم الريال اليمني، سيستخدمها الحوثي لتغذية حربه وتهجيره وتقسيمه للمجتمع اليمني. نعم. أنت تقوم أولا بمساعدة الحكومة اليمنية الشرعية من أجل تحقيق الأمن، استعادة الأراضي، وعلى الجانب الآخر أنت تعمل قدر الإمكان على أن تساعد المواطن اليمني على أن يحصل على أمور حياته الأساسية كالغذاء والطعام والطبابة والسكن. نعم. في نفس الوقت حتى أنت لو مهما عملت لا تستطيع أن تعمل كل شيء، رأس المال جبان. الاقتصاد. نعم. اليمني كان يعتمد بأكثر من 50% من مداخله على القطاع الخاص. رؤوس الأموال بدأت بالهروب إن لم تكن هربت أكثرها حاليا. ماذا ستعمل إذا كان القطاع الخاص ورجال الأعمال هربوا من أجل أن يحمون أموالهم ولا أحد يستطيع أن يلومهم؟ نعم. أنت ماذا تعمل؟ لا تستطيع أن تعمل إلا التعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها الشرعية من أجل استعادة سلطتها. بعد ذلك تقوم بعمليات البناء، عمليات استعادة القوة الشرائية للريال اليمني، دعم الخزينة، وضع الاحتياط، هكذا. كل هذه الأمور لا يجب أن تتم بدون أن يكون هناك خطوة رقم واحد السياسية. نعم. سيد سليمان العساف ابقى معنا، نعود بسؤال لضيفنا الآخر الصحفي الاقتصادي السيد محمد الجمعي. يعني سيد محمد، قدر تقرير البنك الدولي وصول نسبة الفقر في اليمن إلى نسبة 85%، ماذا تعني هذه النسبة بحسب معرفتكم أنتم؟ هو ضمن الضغوط الدولية في الآونة الأخيرة، يعني كثرة التقارير الدولية التي تشكل ضغط على التحالف وتشكل ضغط على الحكومة الشرعية وتقوم بإحراجها يوما بعد يوم. نعم. يعني لم نجد في فترة من الفترات اهتمت التقارير الدولية بالوضع في اليمن مثلما
يعني بدأت هذه المنظمات تضغط في الوقت الحالي، وهذا معروف مثل ما ذكرت لك في البداية، يشكلون ضغط على الحكومة وكذلك إحراج لها أمام المواطن. نعم. يعني البنك الدولي الآن ما هي أدواته، ما هي وسائله، أين يشتغل؟ والمنظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch، هل يشتغلون في المحافظات المحررة أم في المحافظات غير المحررة؟ نعم. هل لديهم تنسيق مع الحوثي لأخذ هذه الأرقام وهذه المؤشرات أم لا؟ نعم. بطبيعة الحال الوضع يزداد سوءا لا شك في ذلك، والوضع يزداد والمواطن يزداد جوعا وفقرا، لكن الوضع الآن الأهمية الأولى هي لدحر الانقلاب بكل أشكاله وصوره. لا أحد يستطيع مثل ما قال ضيفك من السعودية مشكورا، لا أحد يستطيع معالجة جانب دون جانب. هل هناك من وسيلة اقتصادية تستطيع الدول التحالف أن تدعم بها الحكومة ولا تمر على الحوثي؟ هذا هو السؤال الآن. وأنا نعم. في يعني كثيرا كتبت وتحدثت عن موضوع العمالة اليمنية في السعودية وفي الخليج، أكثر من معالجة لأكثر من 500 ألف مواطن يمني كانوا مثلا غير قانونيين في المملكة، علاج حالاتهم يعني أنك تعالج أكثر من 2,500,000 مواطن، نعم، ولكن 2,500,000 مواطن. هذه هي إحدى الوسائل التي لا يمكن للحوثي أن يضع يده عليها، مغترب ويحول لأهلي في البلاد. نعم. معنى ذلك أنك حسنت وضع حوالي نصف سكان اليمن بثلاثة ملايين مغترب، إذا ضربتها في خمسة معدل متوسط الأسرة اليمنية تصل نعم. إلى 15 مليون مواطن. في هذه الحالة تجد أنك تعالج أوضاع المواطنين بدون أن تمر على الحوثي. نعم، لكن سيد محمد يعني ينبغي الحفاظ على النظام الاقتصادي موحدا. نعم، يعني سيد محمد، هو السؤال الذي يتكرر دائما، لماذا لا تعود الحكومة إلى المدن المحررة لممارسة مهامها و يعني السيطرة على الوضع الاقتصادي يعني في هذه المحافظات تحديدا؟ يعني ما المانع حتى اللحظة لم تعود هذه الحكومة؟ نعم، هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح الآن ويجب أن يركز عليها الجميع. لا بد من الضغط على الحكومة لكي تعود إلى عدن وتمارس مهامها من هنا، عبر البنك المركزي في عدن، عبر التفاهمات التي قاموا بها مع ميليشيا الحوثي في بما اسمه تقريركم بالهدنة الاقتصادية او حسب ولد الشيخ. نعم. هذا يجب ان نضغط بهذا الاتجاه نحن جميعا، بالرغم من ان وصول الحكومة نصفها الى عدن في الشهر الماضي ثم وصول النصف الاخر في هذا الشهر ومحاولتهم حلحلة الامور، لكن يمكن ان نصف هذه الخطوات بانها بطيئة وانهم لم يضعوا ايديهم على اي من الايرادات الحقيقية، بالرغم من الحديث عن بيع 3 ملايين برميل بترول. نعم. عبر البنك المركزي في صنعاء، لكن أداء الحكومة في هذا الموضوع يمكن هم كانوا قد تحدثوا سيد محمد عن أن هناك إجراءات فعلية لنقل البنك إلى عدن، يعني كانوا قالوا في قبل ما يقارب شهر تحدثوا أنه في القريب العاجل سينقل البنك، هل لديكم معلومات عن إجراءات فعلية كما تتحدث الحكومة فعلا تمت في هذا الجانب؟ هم أرادوا ليس نقل البنك المركزي وإنما تحويل الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي في عدن. نعم، هل تم شيء في ذلك؟ لم يتم شيء في ذلك حسب علمي حتى الآن، وما تم هو بيع الكمية من نفط الضبة ونفط المثيلة من شركة نعم. بترو مثيلة عبر الأدوات السابقة، ولكن ربما لديهم ضمانات جديدة ألا يكون للحوثي أي تصرف في هذا الأموال. نعم. ونحن يعني من يعني جهتنا كإعلاميين وك يعني مساندين للحكومة أيضا يمكن أن ندعم كل الخطوات التي تقوم بها، وسنكون يعني أيضا مراقبين على أداء الحكومة من أجل مصلحة المواطن. نعم، طالما والحكومة هي المسؤولة أمام المجتمع الدولي، يعني ما هي الحلول التي يجب أن تقوم بها أو تقدمها في هذا الجانب؟ نعم، يمكن من خلال السؤال الثاني الذي طرحته علي قبل قليل. نعم. الحكومة تحتاج إلى من يقوم إلى من يعني يسند أداءها في المحافظات المحررة. نعم. بن دغر في خطاب سابق له قال أنه خذل من المجتمع الدولي، خذلت حكومته، وشكى المجتمع الدولي للمجتمع المحلي وقال لهم نحن بيدنا الكثير لكي نفعله، لكن المجتمع المحلي خذلنا، المجتمع الدولي خذلنا. نعم. والتحالف لم يسند الخطوات التي نقوم بها في هذا المجال. نعم، إذن الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي كنت معنا عبر الهاتف
من عدن، شكرا جزيلا لك. نعود بالسؤال إلى ضيفنا الآخر من الرياض، المحلل الاقتصادي سيد سليمان العساف. يعني سيد سليمان، برأيك ما مصلحة البنك الدولي والأطراف الدولية في الإبقاء على البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية؟ طبعا بالنسبة للبنك الدولي تحكم قوانين ونظم لا يستطيع أن يتجاوزها وأن يقوم بأي تصرف. المشكلة الأعظم ليست هذا، المشكلة من المتحكم الرئيسي فيه هي أمريكا. وأمريكا دائما عندما تقوم بأي تصرف أو تدفع من صندوق النقد أو البنك الدولي لأي تصرف يكون نابعا من مصالحها الذاتية الشخصية. فهي تريد كما ذكر ضيفكم الكريم الأخ محمد أنها تريد أن تجعلها وسيلة ضغط على الآخرين من أجل تحقيق مصالح، من أجل التفاوض مع كل الأطراف مع أو ضد. لو كان إرادة للحق وإرادة بالحكومة الشرعية المعترف بها أن توقف أي تعامل رسمي وتحذر كل الجهات سواء القطاعات أو القطاع الخاص، البنوك، الشركات أو المؤسسات المالية والحكومات من التعامل مع الحوثي، وتهدد بفرض باللجوء للمجلس الأمن أو الأمم المتحدة من أجل إقرار عقوبات، وتوقف وتوحد مسار التعامل مع فقط الحكومة المعترف فيها. نعم. يعني سيد سليمان، تقرير البنك الدولي في هذا التوقيت حاليا، يعني هل يكون لهذا التقرير نستطيع القول أنه له علاقة بما يجري في الكويت بالمشاورات من أجل الضغط على الأطراف بالخروج بتسوية عاجلة؟ طبعا التقرير مؤلم ومفجع، وهو ليس جديدا ولا واردا أو غير متوقع. الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا والوضع المواطن سيء جدا. التقرير إذا نظرنا من ناحية إيجابية، وقت إصدار التقرير من أجل تنبيه العالم إلى ما يحدث للمواطن اليمني. أن يقول يجب أن يكون هناك جلسات من أجل إعادة الحوار حتى يستطيعوا أن يتجاوزوا المشاكل، لأن المتضرر رقم واحد هو المواطن اليمني. ولو كانوا الحوثي صالح يعبون به ما كانوا اتخذوا إجراءات من أجل قطع الطريق على أي محادثة. نعم. يعني سيد سليمان، أنت كنت تحدثت عن أن المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا تسعى خلف مصالحها، يعني هل هذه الدول يعني ترى مصلحتها في هذه الميليشيا الانقلابية ولا تراها في الحكومة الشرعية وفي التحالف العربي بأكمله؟ أبدا، هي ترى مصالحها مع الجميع، ولكن تستخدم الجزرة والعصا، تستخدم وسائل الضغط، تضغط بهذا على هذا ومع هذا ضد هذا من أجل تحقيق مصالح مع إيران، من أجل تحقيق مصالح مع الحوثي، من أجل مصالح مع دول التحالف. أمريكا لها تجارب سابقة، سواء عن طريق لما كانت هناك الحرب العراقية الإيرانية كانت تقوم ببيع السلاح على الطرفين، وليس أمر جديد يعني عليهم. فهي الآن قد تمارس مثل هذه السياسة لمجل الحصول على أكبر قدر من مصالحها. نعم. يعني ما الذي يتوجب على التحالف و الحكومة الشرعية في ظل يعني هذه المصالح المنظورة على منطقة يعني شبه الجزيرة العربية بأكملها؟ أولا بالنسبة للتحالف، أتمنى أن يكون هناك أكثر تحالفا وأكثر قربا بين دول التحالف من أجل تكثيف عدة أمور، سواء الأمر السياسي أو الأمر العسكري أو الأمر الاقتصادي أو الأمور الاجتماعية ومساعدة المواطن. الأمر الآخر، الحكومة اليمنية يجب أن تكون أكثر قوة وأكثر جرأة لعدة أمور، سواء العودة إلى البلد، أن تبدأ في توسع في موضوع الدخول إلى صنعاء، مساعدة الشعب، وضع خطط لما بعد إن شاء الله المرحلة هذه عندما يستعيدون كامل السيطرة. أما مسألة حالة التردد أن تكون ظاهرة فهذا ليس أمرا إيجابيا. لا بد من أن يعمل بشكل تام وعملي على جميع الأطراف من أجل تحقيق الأمن والسلم في هذا البلد. نعم. أشكرك الباحث والمحلل الاقتصادي، كنت معنا من الرياض السيد سليمان العساف. ينضم لنا الآن من تعز الباحث الاقتصادي السيد نجيب صالح. يعني سيد نجيب، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم. سيد نجيب، نبدأ معك. يعني لعلك تابعت آخر تقرير للبنك الدولي بشأن اليمن، هذا يعتبر إضافة إلى تقارير سابقة
حذرت منها مؤسسات دولية ومحلية من تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن. أنت كصحفي ومتابع، ما هي المعلومات والأرقام المتوافرة لديكم بشأن هذا الوضع؟ نعم، طبعا بالنسبة لتقرير البنك الدولي فهو يعني يعتبر نتيجة ما هي أو ماهية الأوضاع في اليمن، هي نتيجة حتمية للأوضاع البلد والحرب التي تعيشها منذ حوالي عام ونصف. نعم. و 85% من إجمالي السكان، يعني أن 23 مليون نسمة من أصل 26 مليون نسمة داخل دائرة الفقر، في حين أن 3 ملايين نسمة هم الذين يعيشون خارج دائرة الفقر. في حين أيضا يجب أن ننوه إلى أن الأثرياء أو الأغنياء الآن أصبحوا وجهتهم إلى خارج البلد ولم يتمكنوا من العيش في الداخل، وما يتبقى هو هم الفقراء الذين لا يقدرون على البحث عن مكان أكثر أمانا للعيش وللحصول على جميع حقوقهم المعيشية. نعم، كم يعني كم يمكن لليمن، يعني كم يمكن من الوقت أن تصمد اليمن اقتصاديا في ظل هذا التدهور الاقتصادي المتسارع؟ بالنسبة للصمود إلى الآن يعني لا يمكن أن نسمي أن هناك يمكن صمود. الوضع يتفاقم بشكل أكبر، والأوضاع الإنسانية والمعيشية للناس تتفاقم بشكل أكبر. يجب تدارك الوضع في الوقت الراهن، لأنه كلما استمرت الحرب كلما كانت المعالجات أشد صعوبة، وفاتورة أيضا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه باهظة جدا، ولا يمكن لليمن بعد ذلك استطاعة تجاوزها. نعم. بالنسبة أيضا للأوضاع التي هي الآن، هي أوضاع تعتبر ذات أثر كبير على الوضع المعيشي، خاصة في ظل تقليص الإنفاق وأيضا تجميد الاستثمارات العامة، إضافة إلى أن خفض حتى بالنسبة لموظفي الدولة، هناك خفض في علاواتهم والأجور، وهؤلاء أيضا يندرجون ضمن الفئة الفقيرة. فالفئة يجب أيضا أن نتنبه إلى أن هناك الطبقة المتوسطة في اليمن تلاشت تماما، وأصبحت المصيبة الأكبر أو الجزء الأكبر هي عبارة يعني في ظل كل ما ذكرت وفي ظل التقارير والأرقام والنتائج، إلى أين يتجه وضع اليمن الاقتصادي؟ يعني ما أثر ذلك على معيشة الناس؟ الوضع الاقتصادي في اليمن يتجه إلى يعني منعطف خطير جدا، وهناك يعني المجاعة، شبح المجاعة تهدد. نعم. اليمنيين وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط أن 14.3 مليون من اليمنيين يعانون الانعدام الأمن الغذائي، وهذه كارثة. في حين أن كثير من المعلومات، هذه البيانات أيضا قد لا تكون تطابق الواقع، فالواقع يعني أشد من ذلك بكثير جدا. نعم، إذا أشكرك الباحث الاقتصادي نجيب صالح، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. مشاهدينا، بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من عدن الصحفي الاقتصادي السيد محمد الجماعي، وأيضا المحلل الاقتصادي كان معي من الرياض السيد سليمان العساف، وأيضا الباحث الاقتصادي كان معي من تعز السيد نجيب صالح. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله.